تمام يا مرحبا. دكتور. طيب بصوا يا جماعة، أنا اسمي دكتور محمد نبيل، هبقى معاكم على مدار أسبوعين في محاضرات الستيرز. كويس، مش عايزكم تتخضوا من منظر الموضوع، يعني الصورة اللي في الأول دهيت. هو موضوع بسيط جدا، هو عبارة عن أبليكيشن على حاجات خدتوها قبل كده زي السوليد سلاب مثلا. وخلال المحاضرات يعني اللي انا هديها لكم، لو حد برضو عنده سؤال في اي موضوع قبل كده، بحيث ان احنا هنختم السنة، ممكن يسأل عادي جدا، مفيش اي مشكلة. المفروض ان في شيت سلالم نزل لكم، ومفروض ان الملزمة اللي انا هشرح منها النهاردة ديت المفروض انها هتبقى معاكم. كلكم معاكم المحاضرة؟ تمام يا دكتور، وصل. تمام. نعم تمام، موجودة يا دكتور. طيب بصوا يا شباب، موضوع الستيرز ده موضوع جديد وقديم في نفس الوقت، يعني هو مش موضوع جديد قوي، موضوع مفروض هتحسوا ان انتوا درستوه قبل كده. كل الهدف منه ان انت ازاي تقدر تعمل سيستم للسلالم، وسيستم السلالم دوت هو عبارة عن سلم. السلم ده بيبقى مكوناته هو عبارة عن بلاطة سوليد سلاب. السوليد سلاب المفروض ان انتوا درستوها في بداية الترم. السوليد سلاب دي بنبقى عايزين نشيلها، هو ده الهدف من الموضوع. هنبتدي نتعرف مع بعض على السلم. ايه هو السلم؟ السلم ده هو عبارة عن وسيلة بتنقل الناس من دور لدور. مكونات السلم نفسه هو عبارة عن قلبة، كويس، يعني عبارة عن حاجة اسمها فلايت، وعبارة عن حاجة اسمها لاندنج. الفلايت دي اللي بيبقى عليها درجات السلم، اللي هي بنسميها القلبة. اللاندنج دي اللي انت بنسميها بالبلدي كده بنسميها بسطة. المفروض ان انت بتطلع على القلبة بتاعتك وبتريح بعد كده على البسطة. السلم اللي قدامكم ده سلم تراديشنال موجود في كل البيوت، هو عبارة عن سلم قلبتين. احنا عندنا معظم العمارات او الفلل بيبقى السلالم فيها لا اما بتبقى قلبتين، لا اما بتبقى غالبا ثلاث قلبات. طبعا احنا هنبتدي ندرس النوع الاولاني ده اللي هو التراديشنال ده بتعمق شويه، وبعدين نشوف انواع مختلفه من السلالم على مدار المحاضرتين بتوعنا. طيب عايزين نعرف السلم دوت انسب حاجه ليه. أنا بتكلم بقى كشخص معماري، كشخص معماري وهو بيحط السلم بتاعه، بيرص السلم على أساس إيه؟ خلي بالك أنت كمهندس إنشائي بيجي لك السلم جاهز من المعماري وتبتدي تحط له سيستم، بمعنى إن أنت سيادتك مش بتتحكم في درجات السلم. المعماري بيديك اللوح بتاعته جاهزة عليها السلم مرسوم، وعليها كام قلبة، وعليها عدد البسطات قد إيه، وكل قلبة فيها كام سلمة. زي ما هو واضح، الواضح الرسم اللي قدامنا ده كده يعتبر رسم معماري. طيب ايه اللي المفروض براعيه بقى المعماري في شغله وهو بيرص السلم بتاعه؟ لو في حد يا جماعة في اي وقت عايز يسأل اي سؤال يسأل عادي، مفيش مشكلة، يعني يقطعني ويسأل ونجاوب عليه، مفيش مشاكل فيها. انتوا معايا يا شباب؟ دكتور. طيب هنيجي نتكلم بقى بالنسبه لمكونات السلم اللي بيراعيها المعماري في شغله. كل ده يعتبر لغايه الوقت ده شغل جاي لك جاهز من المعماري، انت لسه لغايه الوقت ما حطيتش ايدك في الموضوع. المفروض ان انت عندك السلم الفلايت عباره عن حاجه اسمها قلبه، او حاجه اسمها جوينج ورايز. خلاص، يعني نايمه دي اللي هي الجوينج، والرايز دي اللي هو ارتفاع السلمه نفسها اللي هي القايمه، زي ما هو باين كده في الكروس سيكشن اللي مرسوم عندك. في اختيارات بيتم اختيارها عن طريق المعماري علشان السلم وانت طالع عليه يبقى سلم مريح تقدر تطلع عليه بسهوله. طيب النايمه اللي هي الجوينج بيبقى ليها دايمنشن من 25 ل 30 سنتي. اوكي، وغالبا التراديشنال بتاع النايمه بيبقى 30 سم. القايمه اللي هي الرايز
بيبقى ارتفاعها من 15 ل 20 سنتي، وفي اغلب الاحوال بتبقى 15 او 16 سنتي. زي ايه مثلا؟ لو انا عندي مثلا ارتفاع الدور بتاعي 3 متر والراجل المعماري عامله على قلبتين، كل قلبه 10 درجات، يبقى انا عندي كام درجه؟ عندي كام درجه؟ عندي 20 درجه. ايوه خليكم معايا كده لما بسال، يعني حاولوا تردوا عليا عشان يبقى في انتر اكشن بيني وبينكم. يعني يبقى انا عندي 20 درجه، فيجي ياخد ال 3 متر على ال 20 يطلع له ارتفاع السلمه بتاعته 15 سم. طيب افرض الدور ارتفاعه 3 متر 20، طيب هعمله على 20 سلمه، يبقى ارتفاع السلمه 16 سم، وهكذا. افرض الدور بتاعي ارتفاعه مثلا 4 متر ونص، لو انا جيت اخترت قلبتين وكل قلب 10 درجات، هاجي اقول 4 متر ونص على 20 درجه، تطلع الدرجه في حدود 22 سم ونص. هنا بقى ما ينفعش، هنا يبتدي السلم يبقى متعب في الطلوع. فابتدي عندي حاجه من اتنين، او المعماري يعمل حاجه من اتنين، لاما يزود عدد الدرجات في القلبه الواحده زي ما هو باين كده عندك، to achieve comfort landing has to be formed every من 10 ل 14 ستيبس، يعني ممكن اوصل ل 14 درجه في القلبه الواحده. ازيد من كده بيبقى الطلوع بتتعب عقبال ما توصل لللاندنج بتاعتك. فالمعماري طبعا هو اللي بيراعي الاجزاء دي، انت كانشائي مالكش دخل فيها، يعني هو المعماري بيبقى مظبط الدنيا على الوضع ده. وطبعا زي ما انتم شايفين، لو انا جيت قلت الستاندرد بتاع النايمه 30 سنتي وهاخد القايمه 15 سنتي، غالبا خطوه الانسان الطبيعي، الخطوه اللي انت ماشي بيها الانسان العادي يعني، بتبقى الخطوه بتاعته 45 سنتي. فعشان كده غالبا بيبقى مجموع النايمه والقايمه بيقفل ال 45 سنتي، مثلا 46 47 مش هتفرق كتير يعني، بس بحيث ان هي تبقى الدرجه مريحه وانت طالع عليها. ما حدش يجي يعمل مثلا النايمه 30 سنتي مثلا ويعمل القايمه 20، بيبقى السلم متعب. بحاول دايما تخلي مجموعهم قريب من ال 45 سنتي. عرض السلم معظم الرسومات بيبقى من متر لمتر ونص، ده العرض الطبيعي. ساعات تطلع عمارات وتلاقي عرض السلم فيها صغير قوي، بيبقى السلم يعني السلم متعب. ده طبعا بيرجع للجشع بتاع المالك، بيبقى عايز يقلل من مساحه السلم عشان يوسع في مساحه المباني اللي هو هيبيعها، فيجي على حساب السلم، مع ان الحسبه ما بتبقاش كده، لان السلم دوت من اهم الحاجات اللي بتبقى جوه المبنى، ان السلم يبقى مريح في الطلوع. من الحاجات المهمه برضو اللي انت لازم تبقى عارفها كاسقاطات، انت كمعماري او المعماري يعني لما بيجي يرسم بلان للسلم بيقطع ويبص فين؟ لتحت. لتحت. الانشائي يقطع ويبص لفوق، فدايما المعماري لما يقطع ويبص لتحت بيشوف السلم بتاعه خط سوليد وخط منقط. يعني لو جيت انا مثلا بصيت على الجزء ده اهو، ادي المعماري اهو هيقطع ويبص لتحت، يبقى في عندك تشطيب رخام فوق السلم، التشطيب ده بارد شويه عن القايمه، فبدايه الاسقاط بتاعك بيبقى الخط السوليد اللي باين لك لان انا باصص لتحت، وبعدين الخط الدوتد اللي هو التقاء القايمه مع الرخام، فبيبان خط سوليد ويبان خط ايه دوتد. بالمعماري بيبقى راسمها جاهزه، وبيبقى ده اتجاه الصعود بتاعك، يعني وانت طالع كده وانت بتبص على البلان المعماري تمام، بتشوف اول حاجه الخط السوليد وبعدين الخط الدوتد، ده بيخليك تعرف انت طالع في انهي اتجاه تمام. وبرده من الحاجات المهمه اللي المعماري لازم يراعيها، ان السلم دايما يطلع شمال، يعني وانت طالع تطلع على ايدك الشمال ما تطلعش على ايدك اليمين علشان الدوره الدمويه بتاعت القلب تمام. فدايما بتطلع السلم عكس عقارب الساعه، مش مع عقارب الساعه. حد عنده سلم في البيت اللي هو قاعد فيه وهو بيطلع السلم بيطلع من يمين على يمينه ولا كله بيطلع على شماله؟ شباب كله شمال يا دكتور. كله شمال.
لو معماري غلطان وبيطلع يمين بتلاقي دايما السلم متعب في الطلوع، بتلاقي السلم بتاعك متعب في الطلوع. طيب كده ده الجزء الاولاني، الجزء ده بالنسبه لك تعريف بس، مجرد تعريف بعرفك السلم ده عباره عن ايه ومكوناته ايه وكله شغل معماري، يعني كل الشغل اللي اهتم بيه الجزء الاولاني ده كشغل معماري، بس انت كانشائي لازم تعرف عشان المعماري لو في غلط ولا حاجه تقدر تراجعه في الرسومات بتاعتك. نبتدي بقى نشوف الديزاين بتاعنا. اول حاجه زي ما اتفقت معاكم في بدايه المحاضره، السلم دايما بيبقى سوليد سلاب، محدش بيعمل سيستم سلم هولو بلوك. طبعا درسته في المحاضرات السوليد سلاب بتاعتك، وبعدين درست بعد كده الفلات سلاب، الفرق بين السوليد والفلات ان الفلات بلاطات لا قمريه ما فيهاش قمر، تمام؟ ممكن السيستم بتاع السلم يتعمل سوليد وممكن يتعمل فلات، ممكن يتعمل الاثنين، اهم حاجه ان هو بيبقى عباره عن سوليد. وبعد الفلات ابتديت تدرس حاجه اسمها الهولو بلوك. الهولو بلوك طبعا اللي هي النوعين اللي انت خدتهم وان واي وتو واي. الهولو بلوك ملهاش استخدام في السلالم خالص، يبقى كل اللي انت ستك هتركز عليه في سيستم السلالم السوليد سلاب بانواعها، سواء سوليد سلاب معاها قمر او سوليد سلاب من غير قمر اللي انتوا عارفينها باسم فلات سلاب. طيب نبتدي نشوف التخانات بتاعتنا. التخانه زي اللي خدتوها في محاضرات السوليد سلاب بالظبط، التي اس بتاعتك بتبقى ال على 25 او 28 او 31، دي الوان واي سوليد سلاب اللي هي اغلب السلالم بتبقى وان واي. ال 25 لو الشريحه بتاعتك سيمبل، كلام كله هو لغايه دلوقتي كلام قديم، انا مش يعني ايه مش هتحس ان في حاجه جديده، انا زي ايه اكني براجع لك على حاجات قديمه مع شويه حاجات ازاي تقدر تحط سيستم للسلم. 28 لو الشريحه بتاعتك كونتينوس من ناحيه واحده، 31 لو الشريحه بتاعتك كونتينوس من ناحيتين، وطبعا اكيد شرحت لك في المحاضرات الكلام ده لحديد. 42 لو عندك حديد اوردر مختلف او جريد بتاعته مختلفه بتبتدي تعمل موديفيكيشن للارقام دي. لو عندي كانتليفر سوليد سلاب بيبقى ال ال كانتليفر على 10 عشان اجيب التخانه. التخانات المفضله للسلالم عندنا بتبقى من 12 سم ل 22 سم. الارقام اللي انا كاتبها لك دي مش ارقام كودد، اللي هي من 12 ل 20 ده مش طبقا للكود، يعني دي بقول لك الحاجات المفضله ان انت ما بتحاولش تزود التخانه عن 22 سم للسلم، والتخانه السلم ما تقلش عن 12 سم. طيب هنيجي بقى بالنسبه لحساب الاحمال على السلالم. زي ما انتم شايفين كده القطاع اللي هو مرسوم ده اللي هو ده، القطاع ده هو عباره عن تخانه السلم تي اس اللي انت سيادتك مفروض جايبها من القوانين، راكب عليها من فوق ايه؟ راكب الدرجه. الدرجه دي اللي انت سيادتك واخد ابعادها، سي مثلا الستاندرد هنقول 30 سم النايمه وهقول 15 سم القايمه. طيب عايز احسب التخانه اللي اجيب بيها الوزن بتاع السلم، هتلاقيني احسب لك حاجه فوق اسمها تي اس افريج. تي اس افريج ديت هي عباره عن تي اس اللي انت سيادتك جايبها من القوانين بتاعتك بلس 7 سم. ال 7 سم دي هي عباره عن ايه؟ ان انا خدت الدرجه بتاعت السلم، شايفين المثلث اللي مرسوم تحت الكروس سكشن بتاع السلم اللي هو ده معايا يا شباب؟ معايا يا دكتور. تمام يا دكتور. طيب المثلث ده خدته سيحته على الطول المائل، جبت مساحته سيحته على الطول المائل، طلعت ان المساحه بتاعته زي ما انتم شايفين كده حوالي 6.7 سم، فانا خدتها 7 سم. يبقى ده وزن الزياده هيتحط على وزن السوليد سلاب اللي تخانتها تي اس. فبحسب تخانه اسمها تي اس افريج هي عباره عن تي اس زائد ال 7 سم الزياده دول. طيب دلوقتي بقى انا عندي على السلم في وزنين، في وزن على السلم في الجزء المائل وفي وزن على السلم في الجزء الافقي. الجزء المائل ده اللي هو الفلايت القلبه، والجزء الافقي ده هو اللاندنج البسطه. يبقى دبليو اس انكلايند بحسب الوزن على المائل هو عباره عن
1.4 ده عشان اشتغل التيميت. تي اس افريج جاما كونكريت لان انا شغال على المايل زائد فلور كفر بلس 1.6 لايف لود كوزاين سيتا. نفس القوانين اللي خدتها في السوليد سلاب بالظبط. اللايف لود اسقاطه لما يكون عندي شريحة بتاعتي مايله اللايف لود بيتضرب في ايه؟ في كوزاين سيتا. وبعدين ال WS horizontal ده العادي بقى TS جاما كونكريت فلور كفر زائد اللايف لود بتاعك. طيب اللايف لود بيبقى من 3 ل 4 كيلو نيوتن على المتر المسطح، الفلور كفر بيبقى من 2 ل 3 كيلو نيوتن على المتر المسطح. شباب الشباب اللي معايا بس في هنا حاجه بس في الملزمه، شايفين ال WS horizontal معايا يا شباب؟ التي اس دي مش تي اس افري، دي تي اس، يعني صلحها كده اكتبها تي اس لان الوزن على الميل هو تي اس افريج، الوزن على الافقي بيبقى تي اس جاما كونكريت، ما فيهوش الجزء بتاع السلمه لان هو بديهي يعني. فبس صلحوها في دبليو اس هوريزونتال هتبقى تي اس جاما كونكريت زائد فلور كفر زائد لايف لود دبليو اس انكلاين تي اس افريج جاما كونكريت زائد فلور كفر زائد لايف لود كوزاين الزاويه، لان انا عندي الاستبايه بتاعتي بتبقى دايما على الجزء المايل. طيب كل دي اوزان، كل الحاجات دي زي ما بقول لك كده انت واخدها قبل كده مفيش فيها مشكله خالص. كل اللي جد ان انا بحسب حاجه اسمها تي اس افريج عشان اخد الوزن بتاع السلمه. نخش بعد كده بقى ان انا ابتدي احط سيستم للسلم وابتدي اصمم واخد استربات والقصه القديمه بتاعتك. طيب عندي انواع للاستربات بتاعتي على السلم. اول حاجه لما يكون الاستربايه بتاعتي عموديه على الدرج زي المثال اللي قدامك كده، هتيجي تبص على اتجاه الاسترب هتلاقي ان الاسترب بتاعتك عموديه على الاستبس. الديزاين بتاعك بنقول ان الدبس هو عباره عن تي اس ناقص الكفر. الكفر انا كاتبه هنا 25 مللي. انت برضو ارجع لمحاضره السوليد سلاب بتاعتك شوف الدكتور اللي شرح لك المحاضره مديك الكفر بتاعك كام عشان يبقى السيستم واحد. فاول ما بنقول تي اس ناقص 2.5 سنتي. عرض الشريحه بتاعتك متر عادي خالص ما فيهوش اي مشكله. بتصمم الدبس سي 1 روت ام التيميت على الاف سيو في البي بتاعتك، وبعدين بتطلع السي 1 وبعدين بتطلع منها الجي، وبعدين بتقول الاريا ستيل ام على جي دي في اف هيلد، بتطلع رقم، الرقم ده بتحوله لعدد من الاسياخ بيبقى من 5 ل 10 سيخ في المتر. كلام كله قديم. وبعدين بتبتدي ترسم التسليح بتاع السلم. تسليح السلم ما يعتبرش برضه حاجه جديده. اخدت في السوليد سلاب حاجه اسمها البلاطات المايله، مظبوط ولا لا؟ تمام. خليكم معايا كده بسرعه يعني ايه اقول لك مظبوط الاقي في ثانيه كده قلت لي مظبوط. طيب انا في عندي مثلا السلم ده مثلا عندي، طبعا الكلام ده هناخده بالتفصيل بعد كده، كان في عندي ثلاث شرائح، شريحه واحد وشريحه اثنين وشريحه ثلاثه. شريحه واحد وشريحه اثنين هما زي بعض بالظبط بس في اختلاف واحد في رسمه المومنت بتاعها، بس هي نفس الاحمال ونفس البني مومنت كقيم هتطلع هي هي، بس شكل المومنت هيبقى مختلف زي ما انتم شايفين كده اهو. يعني ادي شريحه واحد اهي تمام، شكل المومنت هنا في تباعد وبعدين بيقلب بوزيتيف، وبعدين شريحه ثلاثه تحت اهي في هنا ايه الحته دي فيها ايه؟ فيها تداخل. الله ينور عليك، فيها تداخل برضو المومنت قلب بوز، بس كقيمه قيمه المومنت واحده. يعني انت سيادتك لما يجي عندك مثال زي ده في الشيت او في الامتحان انت لما تيجي تحل هتحل شريحه واحده منهم سواء شريحه واحد او شريحه ثلاثه، لكن وانت بترسم التسليح تخلي بالك في واحده منهم في تباعد في المومنت، في واحده منهم في تداخل في المومنت زي ما هو باين لك كده. اللي فيها تباعد في المومنت اللي هي دي الشريحه دي شايفينها،
شايفينها يا شباب؟ يا دكتور. يا دكتور. تمام. ادي الحديد بتاعك ماشي كده اهو. تمام؟ وبعدين بيخش يكمل جوه السلم. لازم التسليح يترسم في نفس اتجاه السلم. يترسم مايل. زي ما انت خدت في الصور السلاف في اول السنة. في اول الترم. اخدت لما عندك بلاطة مايلة. بترسم الاسقاط على البلان. هو نفس شكل الحديد اللي في الكروس سيكشن. لازم تبينها كده عشان تاخد درجة الحديد كاملة. تيجي بعد كده شريحة ثلاثة. الشريحة دي فيها تداخل. بنيجي عند الجزء اللي فيه تداخل دوت بتعمل حاجة اسمها ايه؟ مقصات. الله ينور عليك. بتعمل حاجة اسمها مقصات. المقصات دي من تقاطع الحديد مع بعضه بتمشي مسافة اسمها LD. الديفلوبمنت لينس بتاعك. تمام؟ زي ما بقولك كده مفيش أي حاجة جديدة. أديني برسم تسليح بتاع بلاطة ايه؟ تسريح بتاع بلاطه مايله. طيب نيجي بقى بالنسبه للشريحه اللي هي في النص، شريحه 2. الشريحه دي انا كنت راميها على الكاميرا. بتعمل ايه على الكاميرا؟ تورشن. بتعمل تورشن. التورشن دوت جبت الحديد اهو الشوكه بتاعتي ودخلتها جوه الكاميرا اشتغلت كانها ايه؟ كانها كان. يبقى كل اللي انا رسمه قصادك ده هو تسليح قديم انا بفكرك بيه بس. والسلم كله على بعضه كده هو عباره عن بلاطه سوليد سلاب. ما فيهوش اي مشكله خالص. كل اللي احنا عرفناه الحاجه الجديده ازاي السلم المعماري بيوزعه وازاي احسب الوزن على البلاطه بتاعت السلم المايله اللي هو اسمه تي اس افريج. تي اس زائد 7 سنتي. حد عنده سؤال لغايه الوقت في اي حاجه؟ حد عايز يسأل في حاجة يا شباب؟ شباب؟ لا يا دكتور. تمام. لا دكتور. طيب يبقى ده أول نوع من الشرايح لما تكون الشريحة عمودية على الستبس زي ما أنت شايف. حلو أوي. نيجي لما تكون الشريحة بتاعتي بقى موازية للستبس. أهي. الشريحة دي كده اهي موازية للدرجة بتاعتك. في عندي نوعين. لا اما الشريحة دي يبقى عليها بوزيتيف مومنت، لا اما الشريحة دي يبقى عليها نيجاتيف مومنت. هتقول لي ايه الفرق بين الاثنين؟ تعالوا كده نشوف الفرق بين الاثنين ايه. هناخد أول نوع اللي هو بوزيتيف مومنت. أدي شريحة ايه؟ ده سلم، السلم ده هنفترض مثلا، طبعا الكلام ده هناخده بالتفصيل لما نخش في السيستم بتاع السلالم. بيرمي على كاميرا تحت وبيرمي على كاميرا فوق. وادي الشريحه موازيه، الشريحه بتاعتك ايه؟ موازيه للاستبايه بتاعتك. تمام؟ الشريحه دي سيمبل اهي، دي سيمبل اهي. المومنت عليها يبقى مومنت بوزيتيف كده، ماشي كده. اللي هو دبليو ال سكوير على 8. تمام؟ هيبقى شكل القطاع بتاع السلم اللي انا رسمه ده والمومنت عليه اهو بالمنظر ده. المومنت انت اخدت في السوليد سلاب لما يكون عندي شريحه افقيه في بلاطه مايله اللي بقى الام ديزاين بيساوي ايه؟ ام كوزين سيتا. تمام. كل ده كلام قديم. اللي مذاكر القديم هتبقى محاضره السلالم بالنسبه له سهله جدا. بالعكس هيعتبر اكنه بيراجع على الجزء اللي فات. يبقى اي شريحه افقيه في بلاطه مايله، ده الكلام ده اتقال قبل كده، الام ديزاين هو عباره عن ام كوزين سيتا. حلو قوي. ادي الام كوزاين سيتا انا حللتها وبتاثر في الاتجاه العمودي على السكشن. لما اجي اصمم باجي اقول الدبس. الدبس هو عباره عن تي اس ناقص الكفر. طب واحد يسالني يقول لي يا دكتور انت ليه ما خدتش التي اس التي كلها اللي هي بالتخانه اللي فوق الايه التي اس العاديه؟ حد يقدر يجاوب على السؤال ده؟ ها يا شباب. حد يقدر يجاوب على السؤال ده؟ ليه وانا بشتغل اخدت الدبس عباره عن تي اس ناقص الكفر؟ ليه ما اخدتش تي اس افريج ناقص الكفر؟ اخدت تي اس بس.
عشان البوزيتيف مومنت هيأثر على التخانه بتاعه البلاطه نفسها مش على السلم من فوق. بص يعني انت قربت شويه من الحل بس ما قلتيش الحل اللي انا عاوزه يعني ما قلتيش الايديال. لو انا جيت بصيت على القطاع اللي في الحته دي، القطاع اللي في الحته دي تخانته كام؟ تي اس تي اس تي اس. لو بصيت على القطاع اللي في الجزء العالي ده تخانته ايه؟ تي اس زائد مثلا 10 او زائد 9 او واتيفر، لان هو متغير. يبقى انا من مصلحتي وانا بصمم، لان ده جزء بتاع الكومبريشن، ده الجزء اللي بيأثر عليه الضغط بتاع المومنت، من مصلحتي وانا بصمم اصمم ابقى كونسرفاتيف، اصمم على تي اس دي ولا اصمم على تي اعلى؟ اصمم على تي اس، اصمم على الصغيرة عشان تطلع لي حديد ايه؟ تطلع لي حديد اكتر. عشان كده انا خدت هنا الدبس هو عبارة عن تي اس ناقص 25. طيب هتيجي بقى لو الشريحة بتاعتك نيجاتيف مومنت زي المثال ده، المثال ده عبارة عن كاميرا واحدة والسلم بيرمي عليها كأنه كان كليفر، والشريحة موازية للستيب، يطلع المومنت بتاعك نيجاتيف. هتلاقي هنا بقى انا عملت حركة ظريفة جدا، جيت قلت ان الدبس هو عبارة عن تي اس افريج ناقص الكفر. ليه عملت كده هنا؟ لان الجزء اللي فوق اللي كان فيه المشكلة في المثال اللي فات، الجزء ده عليه تنشن ولا كومبريشن؟ هنا يبقى عليه تنشن. كده عليه تنشن صح كده؟ والبلوك اللي هو بتاع الكومبريشن موجود في الجزء السالك اللي تحت، مفهوش مشكلة ده، يعني هيكون لي المستطيل بتاع الكومبريشن في الجزء ده. هتيجي تقول لي الله طب ما انا ممكن اصمم برضو على التي اس اللي هي التخانه دي، بس انت هنا مش محتاج قوي تصمم على التي اس. ليه مش محتاج؟ انت ممكن تحط سيخ هنا وسيخ هنا، يبقى كان المحصله بتاعتهم فين؟ في النص صح كده؟ تمام يا دكتور. حلو، في النص هنا التخانه هي عباره عن ايه؟ تي اس زائد السبعة سنتي اللي هي تي اس ايه؟ افريج، لان كل الخرسانه في الجزء اللي فوق دي مش شغاله، اللي شغال الحديد بس، بدل اقدر احط الحديد يبقى اشتغل على المحصله بتاعتي. يبقى انا هنا مديك اوبشن، الاوبشن ده لو عملته هتقلل كميه الحديد شويه، ان في حاله لما يكون في عندي نيجاتيف مومنت على شريحه موازيه للستيب اقدر اشتغل بتي اس افريج. يبقى حط كده، ممكن تكتب نوت عندك لو انت معاك ورقه جنبك، تكتب نوت في حاجات مش هتلاقيها في الملزمه دي، موجوده في الشرح اللي انا بشرحه، ان الحاله الوحيده اللي انا اقدر اشتغل وانا بصمم ان الدبس هو عباره عن تي اس افريج ناقص الكفر، هي حاله ان يكون المومنت عندي نيجاتيف وكون الشريحة بتاعتي موازية للستيبس، عشان تريح نفسك. يبقى أنا كل حالات الديزاين بتاعت السلالم في أي شريحة بتصمم إن الدبس هو عبارة عن تي اس ناقص كفر، إلا حالة واحدة أقدر أقول إن الدبس هو تي اس افريج ناقص الكفر، اللي هي حالة النيجاتيف مومنت، لأن التنشن بيبقى فوق، فأنا ما يهمنيش البروكن لاينز بتاعت الخرسانة ديت، لان انا حاطط حديد واشتغل على السي جي بتاعه. يبقى هي حاله واحده بس اقدر اشتغل على التي اس افريج. حد عنده سؤال لغايه دلوقتي؟ اللي عنده سؤال ما يتكسفش يسال، ومفيش مشكله حتى لو السؤال يعني هو في دماغه ان السؤال ما يتسالش، مش هتفرق معايا، اسال اللي انت عاوزه. حد عايز يسال؟ شباب؟ لا يا دكتور تمام. شكرا يا دكتور. وانا كل ما اقول لكم حد عايز يسال تقول لي لا تمام وشكرا يا دكتور. يا عم انا عايز حد يسالني، يعني ما حدش كسف. طيب نبتدي بقى نخش بقى على ايه؟ على الجد بقى. الجد ده اللي هو ازاي نحط سيستم للسلم. هناخد اول حاجه، اول نوع اللي هو السلم التراديشنال اللي موجود في كل البيوت، اللي هو عباره عن قلبتين.
ادي السلم القلبتين اهو. السلم ده انا اقدر احط له عدد لا نهائي من الحلول. انت عشان ما تلخبطش نفسك، يعني انت مثلا لو بتحل سلم في اي حته، سواء في الكليه في شيت، سواء في الامتحان، سواء بعد ما تتخرج، هي العمليه بسيطه جدا. انت السلم ده مكوناته ايه؟ السلم ده مكوناته عباره عن بلاطه مجموعه من الشرايح، وعباره عن كمر، والكمر ده بيرمي في الاخر على عمدان، او لو هتحله فلات سلاب مش هيبقى فيه كمر، هيبقى بلاطه بترمي على العمود على طول. طيب اللي انت مفروض انت كمهندس تحطه في دماغك ان انت تقدر تحط اي سيستم عايزه، اهم حاجة ان السلم بتاعك يبقى ستيبل. يعني ايه ستيبل؟ يعني كل شريحة من الشرائح بتاعتك متشالة. على فكرة الكلام ده في اي سيستم تحطه من السلالم بس، يعني وانت بتحل سوليد سلاب، وانت بتحل هولو بلوك، وانت بتحط سيستم لفريمات لاي حاجه القمر، لازم السيستم يبقى ستيبل. ستيبل يعني ايه؟ يعني السيستم انشائيا او كاستراكشر يتحل في ستابيليتي، ما يبقاش ان ستيبل، ما يبقاش مثلا حاطط لي كانتليفر على هنج مثلا، كانتليفر يبقى معاه فيكسد. دي نمره واحد. نمره اتنين، ايه اللي بيفرق مهندس شاطر عن مهندس نص نص؟ في اتنين مهندسين يحلوا السلم ده، ركز بقى معايا في الكلام ده. مهندس يحل السلم ده ويطلعه سيستم ايكونوميك، اقتصادي، تخانه مظبوطه، تمام، ابعاد دايمنشن للقمر والعمدان مظبوطه، واحد تاني يطلع تخانه السلم كبيره فيطلع وزنه اتقل، يطلع السيستم اتقل من الاولاني. ده بيتقال عليه مهندس شاطر، اللي هو الاولاني اللي عمل سيستم ايكونوميك، والتاني مهندس نص نص. في طبعا مهندس بنسميه مهندس بقى ضايع، اللي هو بيعمل السيستم انستيبل اصلا، مش متشال. ابسط مثال، السلم ده انا هحله لكم بكذا طريقه، اربع خمس طرق، وهتعرف ان في طريقه اسهل من طريقه، وفي طريقه احسن من طريقه. مهم ان السيستم بتاع السلم ده هو اللي هيفهمك الموضوع ماشي ازاي. والكلام ده برضو زي ما بقولك، هرجع اقولك ان الكلام ده بينطبق على اي سيستم انت اخدته. يعني مثلا انت لما شرح لك السوليد سلاب في المحاضرات، اتقال لك ليها رينج معين، لو التخانه زادت عن رقم معين، كوني ان انا استخدم سيستم سوليد سلاب كده، انا ماشي في سكه ان السيستم ده ان ايكونوميك، فبضطر ان انا اروح لسيستم تاني. فابتدى الدكاتره في المحاضرات يشرحوا لك سيستمز مختلفه. ليه بنشرح لك سيستمز مختلفة؟ علشان الحتة بتاعت الناحية الاقتصادية. ما انا ممكن يبقى عندي، ممكن يبقى عندي بلاطة 9 في 9 معايا؟ يا دكتور، البلاطة 9 في 9 ديت، يجي مهندس يحلها بلاطة سوليد سلاب، ويجي مهندس تاني يحلها بلاطة هولو بلوك، ايه الفرق بين الاتنين؟ المهندس اللي هيحل بلاطه سوليد سلاب هيطلع التخانه بتاعتها كبيره جدا على الفاضي، لكن المفروض المهندس اللي هيحلها هولو بلوك ده هو ده السيستم المناسب، 9 في 9 يحلها هولو بلوك. لان ميزه الهولو بلوك مثلا زي ما اشرح لك قبل كده، ان هي عباره عن بلاطه فيها بلوكات، البلوكات دي فاضيه، فهي البلاطه دي بتديك تخانه كبيره، وفي نفس الوقت بتديك وزن ايه؟ وزن قليل. يبقى من هنا بنبتدي نتدرج في السيستمز نفسها، لإما نعمل سوليد، لإما نعمل هولو، لإما نخش نعمل مثلا بانل بيم، او نعمل فلات سلاب، او وات ايفر السيستم اللي انت هتختاره. فمهم جدا ان انت كمهندس مش بس العمليه تبقى ستيبل، لا، العمليه لازم تبقى ستيبل ولازم تبقى ايكونوميك. عشان كده تركز قوي في الحاجات اللي انت درستها، علشان الناحيتين انت بتتحاسب عليهم، بتتحاسب ان السيستم بتاعك متشال، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، بتتحاسب ان السيستم بتاعك لازم يكون اقتصادي. طيب نرجع للموضوع بتاعنا، ادي السلم اهو، نبتدي نبص نشوف السلم ده متشال ازاي وايه الشرايح اللي عندنا. طيب السلم ده، دي كده القلبة
او سوري دي البسطة اللي في منسوب الدور، وبعدين بطلع السلم اهو انا كده اتجاه الصعود بتاعي شمال اهو، بطلع السلم بقابل البسطة اللي في منسوب نص الدور، شايفين يا جماعه معايا؟ ايوه حضرتك. طيب وبعدين ببتدي اطلع على القلبة اللي بعد كده اللي بتطلعني على الدور اللي بعده. جه مهندس راح عامل السيستم ده، احنا كده شغالين بنحط سيستمز، مش حاجه يعني مش اختراع يعني. جه قال والله انا عندي القلبه دي اللاندنج دي اهي عندي متشال على الكاميرا دي، الكاميرا دي اللي هي مفروض شايله بقيه الايه المبنى، لان السلم ده داخل جوه سقف عماره او فيلا. كويس، ادي البلان بتاعه. في هنا بلاطه ايه يعني، مثلا في هنا باب شقه مثلا ولا حاجه، وانت داخل على الباب ان هو تغني بلاطه بتاعه الشقه، تمام. ففي كاميرا هنا اوريدي، فالكاميرا دي هتساعدني ان انا اشيل البلاطه بتاعه المبنى وفي نفس الوقت هتشيل معايا بلاطه السلم. كويس قوي. وبعدين عندي القلبه اللي هي طالعه مايله كده مع بسطه هنا، البسطه دي انا هتطلع كاميرا اسمها بي 5، شايفينها؟ شايفين الكاميرا بي 5؟ يا دكتور الكاميرا دي هسألكوا سؤال، الكاميرا دي منسوبها يعتبر انهي منسوب؟ كاميرا بي 5 دي في انهي منسوب؟ منسوب اللاندنج اللي فوق اللي هو منسوب نص الدور. تمام، برافو عليك. يبقى الكاميرا بي 5 دي، الكاميرا دي في منسوب اللاندنج اللي فوق اللي هي دي، دي كده منسوب نص الدور. متشال على ايه؟ ما انت خلي بالك، انت ما تجيش تحط لي كاميرا والاقي الكاميرا في الهواء، يبقى كده السيستم انستيبل. لازم اي حاجه انت بتستخدمها تكون متشاله. يبقى الكاميرا بي 5 دي هتكون متشاله على العمود ده وعلى العمود ده، يبقى الكاميرا دي ستيبل، تقدر تشيل السلم. حلوه. وجيت حطيت كاميرا هنا مسميها بي 2 داش، وكاميرا هنا مسميها بي 2. ركز بقى معايا، الكاميرا بي 2، بي 2 داش دي منسوبها في انهي منسوب؟ اللي هي هنا دي، منسوبها برضو في منسوب نص الدور. طيب متشال على ايه الكاميرا دي؟ على عمدان يا دكتور. الكاميرا بي 2 دي، بي 2 داش دي متشال على عمدان، باتنين نصها على الفلات على السلاب بتاعت العمود، او النص التاني على السلاب بتاعت السلم. لا، الكاميرا دي مش متشاله على سلاب اصلا. ركز كده، ركز في الايه، في المرسوم. الكاميرا بي 2 داش دي، دي المفروض الكاميرا دي متعلقه في ارتفاع نص الدور. خلي بالك، الكاميرا بي 5 دي اوريدي في عمدان هنا، فتشالت على العمدان دي. بقول لك انت اهم حاجه تشوف متشال على ايه، الموضوع مش اختراع يعني. فالكاميرا بي 5 دي متشاله على العمود ده ومتشاله على العمود ده، لكن الكاميرا بي 2 داش مفيش عندها عمدان، يبقى لازم اخلق للكاميرا بي 2 داش دي سبورت يشيلها. ايه السبورت اللي انا اقدر احطه او اللي انا حاطه هنا ايه؟ انا حاطط كاميرا ماشيه مايله مع مين؟ شايفين الكاميرا دي معايا يا شباب؟ ايوه يا دكتور. الكاميرا دي كاميرا مكسره متشاله على العمود ده ومتشاله على العمود ده، وماشيه مع ميل السلم، ماشيه مع ميل السلم. عشان اخليها تشيل الكاميرا بي 2 داش ديت اللي هي مفروض شايله البلاطات بتاعت السلم. حد مش فاهم لغايه دلوقتي اللي انا بقوله؟ تمام يا دكتور. طيب جيت هنا رحت حاطط كاميرا تاني هنا اهي، اللي هي كاميرا انا مسميها بي 1. خلي بالكم السيستم اللي انا بشرحه لكم ده، انا حاطط مجموعه من الكاميرات كتير جدا، وفي الاخر هقعد ابسط السيستم ده، هقعد اشيل كاميرا عشان اسهله، بس انا عايز اشرح لك على الوضع الطويل علشان تفهم اكتر. يبقى القلبه دي
اجي اشوف كده القلبه دي متشال على ايه؟ متشال على الكاميرا اللي ماشيه مكسره صح كده، ومتشال على الكاميرا اللي اسمها بي 2 اللي هي ماشيه كده موجوده فوق وموجوده تحت، وباقي ضلع مش متشال. فالضلع دوت بدل ما احل البلاطه دي 3 سايدد سلاب رحت حاطط هنا ايه؟ كاميرا ثاني اللي هي اسمها كاميرا بي 1. ما حدش ليه حاجه عندي حتى الان، حطيت الكاميرا بي 1، بس لازم اي عنصر انشائي تحطه لازم في الاخر تشوفه متشال على ايه. طيب الكاميرا بي 1 اللي انا حطيتها دي، الكاميرا دي انا ممكن استفيد من الترابزين بتاع السلم واعمل الكاميرا دي مقلوبه بحيث ان هي تاخد ترابزين السلم وتبقى ساقطه لي من تحت. طب الكاميرا دي متشال على ايه يا شباب؟ الكاميرا بي 1 دي متشال على ايه؟ متشال على بي 2 وبي 2 داش. الله ينور عليك. يبقى هل في حاجه في السيستم اللي انا رسمه دوت مش متشاله؟ فكر كده، هل في بلاطه مش متشاله؟ هل في كاميرا مش متشاله؟ ما هو السيستم بتاع السلم عباره عن بلاطه وكاميرا. البلاطه بتتشال على الكاميرا، والكاميرا في الاخر لازم اجيب حاجه تشيلها. ممكن كاميرا شايله كاميرا، وممكن كاميرا متشاله على عمدان. زي ما اخدت قبل كده في ثانيه مدني في اللود ديستريبيوشن. لا اما كاميرا شايله كاميرا، لا اما الكاميرا بترمي على طول دايركت على العمود. يبقى انا لما اجي ابص على السلم ومكوناته، هو مجموعه من البلاطات، البلاطات كلها اللي انا شايفها كده انها متشاله. متشاله على كمر، والكمر كله انا حطيت له سيستم يشيله. حد عنده اي سؤال؟ خلي بالكوا بس عشان السلم ده بيعتبر اصعب حاجه كسيستم شرح اللي هو السيستم الاولاني ده. فلو حد فاصل مني او حد مش فاهم حاجه يقول لي. ها دكتور معلش، هو ممكن بس الحته بتاعت الكاميرا اللي هي بي 2 داش دي كانت متشاله ازاي؟ طيب اوكي، بص يا سيدي، الكاميرا بي 2 داش دي كاميرا موجوده في نص الدور، في نص الدور ده وماشيه كده حلوه قوي. فالكاميرا دي كده تحتيها ايه؟ هوا، مش متشاله على حاجه. فانا عايز اشيلها على حاجه، اشيلها على ايه الكاميرا دي؟ حطيت كاميرا مايله ماشيه مع السلم اهي، ادي الكاميرا المايلة اهي ماشية مع السلم، متشالة هنا على عمود ومتشالة هنا على عمود. هل الكاميرا المايلة دي كده ستيبل ولا لا؟ ستيبل. ايوه حلو قوي. الكاميرا دي المايلة دي جاية هنا واخدة في نص الدور، وبعدين نازلة مايلة على السلم، وبعدين جاية هنا مع منسوب الدور. يبقى انا خلقت سبورت هنا في منسوب ايه؟ منسوب نص الدور. حلوة. والكاميرا بي 2 داش دي مكانها فين؟ نص الدور. يبقى تتشال ولا ما تتشالش؟ تتشال. تمام كده فيها مشكلة؟ لا تمام شكرا. فهمت؟ تمام ايوه. طب يا دكتور معلش، هو كده الدبس بتاع الكاميرا دي بيختلف عشان هو في النص كده اصغر؟ نعم. هو الدبس بتاع الكاميرا دي بيختلف؟ انهي كاميرا؟ اللي هي مايله دي، اللي هي شايله من اول العمود لحد ما الكاميرا المايله دي. الكاميرا المايله دي لما تيجي تحلها لازم الدبس بتاعها يبقى اكبر من او يساوي الكاميرا اللي متشال عليها، اللي هي الكاميرا كام؟ بي 2. بي 2 داش او بي 2. فانت بي 2 داش دي كاميرا سيمبل، هتجيب تخانتها سي مثلا، تخانتها طلعت 50 سم مثلا، وعندك الكاميرا المايله ديت تعرف تجيب التخانه بتاعتها. افرض تخانه الكاميرا المايله فرضا مثلا، هي مش هتطلع كده يعني، بس افرض تخانتها طلعت اقل من كاميرا بي 2، هاخدها نفس تخانه الكاميرا ايه؟ بي 2 داش. بي 2 داش لان هي اللي شايلاها. تمام. طيب انا كده حطيت سيستم للسلم، عايز ابتدي احله. دكتور معلش سؤال. اتفضل اسال. دكتور ممكن سؤال؟ اسال اسال. كده يعني الكاميرا ثلاثة مكمل، كاميرا بي والكاميرا المايلة اللي هي شايلة بلاطة السلم. انت بتتكلم على الكاميرا بي ثلاثة والكاميرا المايلة صح كده؟ نعم. بتكلم على الكاميرا بي ثلاثة والكاميرا المايلة. تمام، ما ده اللي هتشوفه في الحل دلوقتي.
يعني اصبر دقيقة بس هوريك في الحل تبقى عاملة ازاي. طيب ادي السلم هو البلان بتاعه، انا مسميه لك البلاطات S1 وS2 وS3 وS4 عشان الكلام ده هيبان معنا في الحل يعني، ومسميه لك الكاميرات على البلان اهي، كاميرات B2 وB2 داش وكاميرا B5 وكاميرا B3 وB3 داش وكاميرا B4 وB1 وB1 داش. عايز ابتدي احل بقى، ركز بقى معايا عشان كل شويه نطلع ايه لفوق وننزل لتحت. نيجي بالنسبة أول حاجة السلابس، شريحة واحد وشريحة اتنين، ادي شريحة واحد اهي. احنا اتفقنا ان السلم ده بيرمي الناحية دي على كاميرا مايلة، ومن الناحية دي حطيت له كاميرا مقلوبة، يبقى البلاطة دي هتشتغل بلاطة ايه؟ سمبل بيما، هي بلاطة شريحة سيمبل، بس البلاطة شغالة ايه، وان واي ولا تو واي؟ وان واي. وان واي او تو واي دي على حسب الريكتانجلاريتي بتاعت البلاطة، ده الكلام اللي اخدته في السوليد، بس في الغالب المنظر اللي قدامك ده هتبقى البلاطة شغالة وان واي، لان غالبا المسافة دي هتبقى في حدود 3 متر، والمسافة دي اللي هي عرض الفلايت اللي احنا قلنا عليها في اول المحاضرة بتبقى من متر لمتر ونص، فغالبا هتبقى ال على ال شورت بتاعتك هتبقى معديه الاثنين، فهتبقى البلاطه دي شغاله وان واي، ادي شريحه واحده فهترمي كده. شغل سول السلاب مفيش حاجه جديده فيه، اللود اللي عليها اسمه دبليو اس ايه انكلايند. ليه دبليو اس انكلايند؟ ليه دبليو اس انكلايند؟ عشان مايلة. نعم، ادي البلاطة عندي مايلة. الله ينورك، بس هو كده الإجابة، ما تجودش بقى، ما تروحش لأكتر من كده، عشان البلاطة مايلة. البلاطة مايلة يبقى عليها درجة السلم، وبالتالي التخانة اللي هتستخدم هتبقى تي اس افريج. يبقى الوزن أنا حاطه أهو دبليو اس انكلايند، تاني هو عبارة عن تي اس افريج جاما كونكريت زائد فلور كفر زائد لايف لود مضروب في كوزاين سيتا. دي كده شريحة واحد. طيب حلو، شريحة اتنين، شريحة اتنين برضو هتبقى سيمبل، بس اللود اللي عليها اسمه دبليو اس ايه؟ هوريزونتال. دبليو اس هوريزونتال مش انكلايند، دبليو اس هوريزونتال اللي انا بستخدم فيه تي اس جاما كونكريت زائد فلور كفر زائد اللايف لود بتاعي. ادي شريحه واحد وادي شريحه اتنين. الام ديزاين بتاع شريحه واحد هو ام كوزاين سيتا. ليه ام ديزاين بيساوي ام كوزاين سيتا؟ لان دي شريحه ايه؟ مايله. لا ما تقوليش شريحه مايله، هي شريحه افقيه بس موجوده في بلاطه ايه؟ بلاطه مايله. مايله، يبقى على طول الام ديزاين هو ام كوزاين سيتا. لكن شريحه اتنين دي شريحة أفقية ببلاطة أفقية، يبقى الام ديزاين بتاعتها هي عبارة عن ام بس. لاحظ ان الدبس هو تي اس ناقص الكفر. امتى استخدم دبس تي افريج ناقص الكفر؟ ها فاكرين؟ لو قلت لكم في اول المحاضرة الحالة الوحيدة اللي بستخدم فيها الدبس تي افريج ناقص الكفر، لو ايه؟ لو الكونفليشن عندي عكس ال نيجاتيف، لو الشريحة بتاعتي الشريحة بتاعتي ماشية موازية للستيب وعليها نيجاتيف مومنت، هل الحالة دي موجودة هنا؟ لا، ما عنديش نيجاتيف مومنت أصلا في الشريحة، يبقى خلاص يبقى الدبس عادي تي اس ناقص الكفر. طيب وبعدين برسم الحديد اهو على البلان، حديد عادي جدا مفيهوش اي مشكله، حديد سولد ده الحديد المين بتاعي اللي هو جاي من دبليو ال سكوير على 8، وده الحديد السكندري بتاعي، ده الحديد السكندري بتاعي. دكتور معلش، نعم، يعني انا كده في الحاله الطبيعيه ما بستخدمش تي افريج، لكن تي افريج بستخدمه في النيجاتيف مومنت بس. تمام، الملخص بتاع القصه دي
التي افريج دي بتخش معاك في الوزن، في مشكله؟ تمام. لما بحسب الوزن على المايل وتخش معايا في الديزاين في حاله واحده بس، لو المومنت نيجاتيف على شريحه موازيه للستيب بتاعتك. طب ممكن اسال ليه، مع انه مور اكيوريت ان انا استخدم تي افريج مش تي تي اس العاديه؟ انت لسه داخل ولا انت معانا من الاول؟ لا انا مع حضرتك من الاول. طيب تعالى هرجعك تاني اهو، خلينا بس نرجع كده. في الاول لما جينا شرحنا قلنا عندنا واحنا بنعمل ديزاين عندنا لاما الاستريبايه تبقى عموديه على الستيبس زي الحاله دي كده، خلاص. وجيت سالت قلت الدبس هو عباره عن تي اس ناقص الكفر. قلت ليه تي اس ناقص الكفر؟ ليه قلتها؟ ليه قلت ان الدبس هو تي اس ناقص الكفر؟ ها مش تي افريج؟ عشان يبقى القطاع اللي شغال معايا. قلت لان هنا التخانه اللي شغاله معاك ايه؟ هي تي اس، صح كده؟ طيب. والمومنت سفلي معايا؟ مش دي تي اس اللي شغاله هنا؟ طيب والتخانه هنا ايه؟ اللي هي هتبقى مثلا تي اس زائد مثلا 10 سنتي مثلا. يبقى انا من مصلحتي وانا بعمل ديزاين المومنت ماشي على قطاع هنا بتخانه اسمها مثلا 16، وماشي يا دوب في اللي جنبه على قطاع بتخانه مثلا 20، وانت بتصمم في السوليد بتصمم لو عندك بلاطين جنب بعض وعليهم نيجاتيف مومنت واحد، وانت بتعمل ديزاين بتصمم على انهي تخانه، الصغيره ولا الكبيره؟ الاقل. الاقل عشان تطلع تسليح ايه؟ مور سيف، صح كده؟ طيب تطلع تسليح يسيفك في التخانتين. طيب دي الحاله دي. قلنا في حاله ثانيه ان الاستربايه تكون موازيه للستيب. الاستربايه موازيه للستيب دي عباره عن تو كيسز، لا اما المومنت بوزيتيف لا اما المومنت ايه؟ نيجاتيف. لو المومنت بتاعي بوزيتيف اللي هي زي الحاله دي اهو، شايف المنظر ده؟ الكمبريشن فلانجه هنا فين؟ الكمبريشن فين؟ فوق ولا تحت؟ كومبريشن فوق يا دكتور. حلو قوي. هل انت ينفع يعني، هل انت وانت قاعد كده بتمتحن ينفع تشتغل القطاع ده بالفيرست برنسبل وتطلع النيوترال اكسس فين عشان تشوف الكمبريشن فلانجة وبعدين تحسب الواي سي تي الشغل بتاع تانية مدني عشان تعرف تحسب الحديد من تحت، ولا صعبة؟ صعبة. حلو، صعبة. يبقى لو انا عايز اشتغل على تخانة تسيف لي، اشتغل على انهي تخانة؟ اشتغل على التخانة الصغيرة ولا اشتغل على التخانة الكبيرة؟ التخانة الصغيرة. اشتغل على التخانة الصغيرة، صح كده؟ عشان تطلع لي حديد ايه؟ اعلى اكتر. يبقى كده دي فيها مشكله؟ لا تمام يا دكتور. حلو، تعالى بقى للايه الكيس اللي تحتيها اللي هي بتاعت النيجاتيف مومنت. الكمبريشن فين والتنشن فين؟ كومبريشن تحت والتنشن فوق. هل الخرسانه فوق شغاله؟ لا مش شغاله اصلا. مش شغاله اصلا. يبقى انا اقدر ارص الحديد بتاعي فوق والسي جي بتاع الحديد في النص هنا، احط سيخ هنا كده واحط سيخ هنا. والسي جي بتاعك فين؟ في النص، صح؟ من السي جي ده بتاع الحديد لغايه تحت يديك تخانه قد ايه؟ قليله. لا يديك تخانه قد ايه؟ من السي جي بتاع الحديد، بص شايف السيخ ده؟ نص البلاطه ماينس الكفر. التي افريج. يديك التي افريج ناقص الكفر. من نص السي جي ده، من السي جي ده التخانه اسمها تي افريج. صح كده؟ طيب انت مركز معايا ولا لا؟ انا مركز مع حضرتك بس انا مش فاهم قوي الحته الاخر، حته اللي بتاعت التي افريج دي، انه هو مش انا المسافه اللي عندي بتبقى نص النص ناقص الكفر، يعني نص ايه؟ نص البلاطه. لو افترض ان هي سيمتريك، يعني فين نص البلاطه دي؟ لا انا بتكلم على السي جي بتاع البلاطه نفسه. استنى بس هوريك حاجه. شايف السكشن ده؟ شايف ده؟
تمام. شايف ده كده؟ او شايف دي كده ايه؟ باينه كده؟ دي تي اس صح؟ تمام تمام؟ اللي ماشيه كده هو عين فوقيها الدرجه صح كده؟ تمام. الدرجه دي من هنا 15 سنتي ومن هنا زيرو صح كده؟ وفي النص هنا طيب. لو انا سيحت المثلث ده كده تديني الايه؟ اللي هي 6.7 من 10 سم اللي انا قلت لك هتاخدها 7 كام؟ 7 سم. طيب لو انا حاطط سيخ هنا في الكورنر ده وحاطط سيخ في الكورنر ده يبقى السي جي بتاع الحديد فين؟ في النص بينهم. هو هنا صح؟ تمام. اللي هو عنده التخانة بتساوي كام؟ الطول الكلي اللي هي ال 15 زائد 7. ايوه ال 15 اللي هي اسمها ايه؟ تي افريج. اللي هي اسمها تي اس افريج. تمام. فهمت؟ يبقى الحالة الوحيدة اللي انا اقدر اشتغل بتي اس افريج هي حالة نيجاتيف مومنت على شريحة موازية للستيب عشان بيبقى التنشن بتاعي فوق فأقدر أحط الحديد بتاعي فوق وأشوف السي جي بتاعه فين فبيطلع لو حطيت سيخ في أول لو حطيت سيخ في أول الستباية وسيخ في آخر الستباية سيخين يعني تمام بيبقى السي جي بتاعهم هنا تمام. شكرا. فاحنا لو رجعنا اهي للوضع اللي احنا اهو دي اهي اللي بتكلم عليها اهي اهي هي دي اهي وادي الحديد بتاعها اهو. خلي بالكم برضو في سؤال كنت يعني منتظر حد يساله لي يقول لي التسليح بتاع الدرج ده ايه؟ يعني التسليح فين الدرج المكسر ده؟ الدرج ده يا دكتور الدرج ده بيتحط فيه تسليح مينيموم عشان يحمي الدرجة بس يعني بيتحط فيه كانات 5 فاي 8 في المتر اهي من غير ديزاين ولا حاجة ويتحط سيخ في كل كورنر كده 1 فاي 10 عشان يمسك الحديد ده اللي هو ال 5 فاي 8 وانت بتصب الحديد ده يبقى ممسوك ما يتحركش في الشدة. ده ملوش أي علاقة بالحديد الرئيسي يعني الحديد الرئيسي أهو ده الحديد الرئيسي بتاعك أهو أهو ده الحديد الرئيسي ماشي كده عادي خالص ما فيهوش أي مشكلة زي التسليح اللي هو الإيه؟ السوليد العادي. أنا بتكلم بقى على تسليح الدرج اللي فوقيه. تسليح الدرج اللي فوقيه هو القطاع اللي أنا راسمه لك هنا ده. حد عنده سؤال؟ شباب حد عنده سؤال؟ شباب تمام يا دكتور. طيب آخر حاجة وصلنا لها كانت إيه؟ كنا خدنا الاستريبات يا دكتور كنا بنشوف تسليح الاستريبات. طيب اخدنا شريحه واحد وشريحه اتنين وادي شكل الحديد بتاعهم اهو. هل في شرائح تانيه غير واحد واتنين؟ بص على البلان كده هي البلاطه دي شغاله 1 واي اهي والبلاطه دي هنعتبر انها شغاله 1 واي ما عندناش ابعاد يعني ودي زيها هل في شرائح تانيه؟ لا هل في شرائح تانيه موجوده؟ لا هما الاثنين دول وفي اثنين شبههم تانيين يا دكتور برضه. يبقى هما الشريحتين دول كبلاطات. يبقى خلاص نبتدي كده خلصنا البلاطات نبتدي نخش على القمر بقى. ده شكل الحديد على البلان اهو. نيجي بالنسبه للقمر. اخدت اول حاجه القمرتين بي 1 وبي 1 داش. بي 1 وبي 1 داش دول اللي كانوا ماشيين مع السلم. اهو. اللي هي الكاميرا دي والكاميرا دي.
زي بعض بالظبط، بتحل واحده منهم بس. الكاميرا دي عليها لود اسمه الاون ويت زائد ار واحد، وادي منظر الممتع ليه. ايه هو الار واحد؟ ايه هو الار واحد؟ الار واحد هو اللود اللي جاي من شريحه واحد، اهو شايفين شريحه واحد ديت، الشريحه دي سيمبل صح، حلتها جبت الرياكشن، الرياكشن ده اعكسه على مين؟ على الكاميرا. طب واحد يسالني يقول لي ازاي رياكشن اعكسه على الكاميرا بتاع البلاطه يروح يونيفورم؟ حد يقدر يرد على السؤال ده؟ دي كلها حاجات قديمه بقى. حد يقدر يرد عليا يقول لي ازاي رياكشن البلاطه ار واحد دي يروح على الكاميرا؟ دكتور هو مش ده ديستريبيوتد المفروض؟ ايوه كمل. اه قول. اه ما هو البلاطه مش متر، هو انا بسلح متر وبسلح كل يعني باقي البلاطه زيها، فالمفروض اللود يروح ديستريبيوتد عادي. تمام برافو عليك. زي ما باشمهندس كده قال، قال لك الشريحه دي بتتكرر كل متر، يبقى اللود ار واحد ده هو لود بيروح ديستريبيوتد على الكاميرا لانه بيتكرر كل ايه؟ كل واحد متر. يبقى انا اقدر اقول ان ده اللود على الكاميرا ار واحد زائد الام ويت بتاعها، هو ده اللود اللي هي شايلاه. طيب اقدر احلها باللود ديستريبيوشن ولا ما اقدرش؟ الكاميرا دي اقدر اقول اللود ديستريبيوشن بتاعها ايه؟ هي عباره عن ايه؟ نص نص البلاطه، نص البلاطه اللي هو اسمه دبليو بتاعت اللود اللي على البلاطه مضروب في ال دي على 2، هتلاقيه هو الرياكشن ار واحد. مش الرياكشن ار واحد ده هو دبليو في ال على 2؟ تمام. يبقى هي هي ولا لا؟ هي تبقى هي هي. ايوه هي هي. يبقى انهي اسهل، اعمل لود ديستريبيوشن ولا اخد الرياكشن بتاع البلاطه على طول واقلبه على الكاميرا؟ اقلب الرياكشن على طول. اقلب الرياكشن على طول. حد عنده سؤال؟ حد مش فاهم ازاي اللود جه على الكاميرا؟ ها يا شباب. معايا يا باشمهندسين؟ معاك يا دكتور. حضرتك. طيب هسأل أنا بقى سؤال، عايز حد يرد عليا. هل الكلام ده ينفع يتعمل لو البلاطة دي تو واي؟ إن أنا أحل الشريحة وآخد رياكشن أعكسه على الكاميرا، هل ينفع؟ لا يا دكتور مش هينفع. ليه مش هينفع؟ عشان هنا مش هيبقى يعني هو مش هيبقى على طول الكاميرا يونيفورم بنفس النسبة. ايوه قول صح. هيبقى هتتقسم هنا مثلثين واتنين ترابيزويد. صح برافو عليك. هيبقى بنفس النسبة. تمام. انتوا سامعين يا شباب اجابة الباشمهندس ايه؟ بقيت الناس اللي معانا باشمهندسين. اه يا دكتور سامعني. هو الراجل جاوب اجابه صح. لو انا عندي البلاطه دي تو واي، ركز كده معايا، لو البلاطه دي تو واي وانت بتحلها كشرايح، مش بتحط حاجه اسمها الفا وبيتا؟ وانت بتحلها شرايح بتحط الفا وبيتا صح كده؟ تمام. الالفا والبيتا دول مجموعهم تقريبا بيساوي كام؟ بيبقى 0.8 او يبقى 0.7. 0.7 تمام؟ 0.7.
يبقى انا لو انا حليت الشرايح وخدت الرياكشن عكسته على الكاميرا يبقى كده كده بقول ان الكاميرات اللي شايله البلاطه دي هتاخد 70% بس من حمل البلاطه، وده مش صح. يبقى لازم لو البلاطه بتاعتي 2 واي لازم اعمل لود ديستريبيوشن. يبقى دي نوت تكتبها عندك، دي المفروض تكون عارفها من زمان، ان البلاطه الوحيده اللي اقدر اخد الرياكشن بتاعها واعكسه على القمر اللي شايلها وانا بحل هي البلاطه الوان واي فقط. البلاطه الوان واي فقط، اي بلاطه وان واي عندك سواء هولو بلوك او سوليد سلاب وعايز تحل كاميرا شايلاها تقدر تجيب الرياكشن بتاع الشريحه وتعكسه يونيفورم على الكاميرا دي بدل ما تعمل لود ديستريبيوشن. لو وان واي تو واي ما ينفعش ابدا تعمل كده. كده تمام؟ فاهمين معايا؟ تمام يا دكتور. ايوه طيب كده انا حليت الكاميرا بي واحد، حليت الكاميرا بي واحد اللي هي كان مكانها هنا، عايز احل الكاميرا بي 2 داش وبي 2 زيها اهي. دايما في سيستم الحل بتاعك بتحل الكاميرا المتشال الاول وبعدين تحل الكاميرا الشايل، لازم ده يبقى ترتيب الحل. علشان الكاميرا المتشال هتجيب منه رياكشن تعكسه على الكاميرا الشايل، لكن لو حليت الشايل الاول ما انت هتعطل، هيتبقى لك رياكشن جاي لك من كاميرا تانية فلازم تحلها. فانت من البدايه حل المتشال تجيب رياكشن تعكسه على مين؟ على الشايل. يبقى انا حليت الكاميرا بي 1 دخلت على الكاميرا بي 2 وبي 2 داش اهي، عليها الكاميرا بي 1 داش وبي 1 بالمنظر ده، انا لسه حللهم، هروح حاطط الرياكشن بتاعهم اهو وابتدي احل الكاميرا دي. سهله ما فيهاش حاجه. نيجي للكاميرا اللي كانت ماشيه مكسره مع السلم اللي هي كان اسمها بي 3 وبي 3 داش، ارجع لها تاني اهي في البلان اهي. الكاميرا دي اللي هي كان شكلها في الاليفيشن كده اهو، كان في واحد سالني في اول المحاضره قال لي الكاميرا دي هيبقى ايه علاقتها بالكاميرا دي؟ الكاميرتين دول ما ينفعش تفصلهم عن بعض، لازم وانت بتحل تحلهم بالمنظر ده. شايفين؟ شايفين الشكل؟ شايفين الشكل بتاعهم يا جماعه؟ ايوه. الراجل اللي كان سالني، الباشمهندس اللي كان سالني في اول المحاضره قال لي الكاميرا دي علاقتها ايه بالكاميرا دي؟ اهي بيتحلوا مع بعض. فطبعا دول لما تيجي تحلهم هيبقى في فريمنج اكشن بينهم، في فريمنج اكشن بينهم عند الكونكشن دي، فلازم تحلهم مع بعض. طبعا الحل ده هيبقى حل صعب ولا سهل؟ هيبقى صعب، هيبقى حل صعب جدا. عشان كده انا اديتك ده اول سيستم اللي هو فيه صعوبات بحيث تفهم الموضوع كله، وهبتدي ابسط لك بقى، لان مش معقول انا احط سيستم زي دوت واقعد احله في الامتحان او حتى في الطبيعه بره كسيستم، سيستم حتى ليه مشاكل في التنفيذ، مش بس كحل تنفيذيا بيبقى اصعب من اللي انا هقوله لك بعد كده. طب عايزين نبسط الامور شويه، عايزين نبسط. بي 4 وبي 5 دول كاميرات شايله حيطان وشويه بلاطات، لما ترجع للبلان الاصلي سهلين يعني ما فيهمش مشكله. بص بقى، ده تايب 2 نفس السلم اهو بس هحله حل مختلف. انا كان مشكلتي ايه في السيستم الاولاني؟ مش الكاميرا اللي ماشيه مايله دي؟ هرجع للسيستم تاني اهو وتعالوا نبص عليه. ركزوا معايا، الكاميرا دي انا حطيتها ليه؟ الكاميرا المايله دي حطيتها ليه؟ عشان تشيل لي بي 2 داش يا دكتور. حلو قوي، يبقى دي الهدف الاساسي بتاعها، ودي الكاميرا اللي عملت لي مشكله في الحل.
دي الكاميرا اللي عملت لي مشكله في الحل. الهدف الاساسي بتاعها عشان اشيل بي 2 داش. طب انا اقدر اشيل بي 2 داش بطريقه تانية؟ انت عايز سبورت في نص الدور صح؟ تمام. انت عايز سبورت في نص الدور عشان يشيلها؟ تمام. طب ايه رايك لو انا عملت كاميرا افقيه ماشيه في نص الدور، تشيل الكاميرا دي ولا لا؟ هتشيلها. ايوه دكتور. يبقى كده الحل هيبقى اسهل ولا اصعب؟ هيبقى اسهل عشان مش هحل تحت كاميرتين مع بعض. حلو قوي، الحل هيبقى اسهل. طيب انا جيت بالظبط كده عملت اللي انا بقول لك عليه ده، بس في سبيل كده هتخلي بالك من نقطه تانية. ما زي ما بقول لك انت تمسك السيستم حته حته، الموضوع بسيط جدا بس انت تركز. انا لما شلت الكاميرا المكسره دي مش البلاطه دي كانت بترمي عليها؟ صح؟ تمام. وبالتالي حطيت الكاميرا ديت عشان البلاطه ترمي هنا وترمي هنا، يبقى كل ده كان مبني ان الكاميرا دي ماشيه مع السلم مايله. طب انا لما شلتها والكاميرا دي بقت افقيه، البلاطه دي ترمي ازاي؟ هو كده يا دكتور هترمي في الطول الطويل بتاعها؟ ايوه. هترمي على اللاندنج فوق وتحت؟ لا، هترمي على بي 2. ايوه قصدي يعني في الاتجاه بتاع اللاندنج كده. وبي 2 داش هتبقى شغاله 1 واي ولا 2 واي؟ هتبقى 1 واي. 1 واي هنا ملهاش علاقه بال وال شورت. ايوه هنا ما فيش، لان انا عندي بلاطه بترمي في اتجاه واحد، يبقى دي شغاله 1 واي على الاتجاه اللي هي بترمي عليه بغض النظر ده الاتجاه الطويل ولا القصير. يبقى بالظبط كده نرجع بقى للحل التاني. اهو شلت الكاميرا اللي كانت ماشيه مكسره، حطيت كاميرا اسمها بي 2 داش، الهدف الاساسي منها ان الكاميرا دي هتشيل الكاميرا بي 1 داش. وبقى السلم ماشي طاير، متشال من تحت ومتشال من فوق على كاميرا اسمها بي 1 وعلى كاميرا اسمها بي 1 داش. غصب عنه لازم يتشال كده مش بمزاجه، لان انت منعت السبورت اللي كان ماشي مايل هنا، شلته. بدل شلت السبورت دوت، يبقى انا باجبر الفلايت بتاعتي او القلبه بتاعتي انها ترمي في الاتجاه الطويل. هل في سبورت يشيلها في الاتجاه ده؟ اه في سبورت يشيلها في الاتجاه ده، اللي هو الكاميرا بي 1 داش والكاميرا بي 1. هتقولي طب انت عملت ليه كده؟ عملت كده علشان الكاميرا اللي كانت هنا اللي ماشيه مكسره كانت صعبه حلها قوي، لان هي هتحلها فريم اكشن مع الكاميرا اللي ماشيه هوريزونتال تحت دي. كده انا بسطت السلم شويه، اهو بقى عندي بلاطه، البلاطه دي متشاله على كاميرا بي 1 داش، متشاله في الاخر على كاميرا اسمها بي 5، ومتشاله هنا على كاميرا بي 1، ومتشاله هنا على كاميرا اسمها بي 4، وكلها بترمي في الاتجاه ده، ده الدايركشن بتاعي اهو. والكاميرا بي 1 داش دي عشان تتشال لازم احط لها كاميرا هنا في منسوب نص الدور اسمها كاميرا بي 2 داش. يبقى هي العمليه سهله، بس هي النقطه عايزه ربط. يعني ايه ربط؟ يعني انت اي حاجه تحطها علشان تشيل البلاطه، اي كاميرا تحطها عشان تشيل البلاطه، لازم الكاميرا دي تتاكد مليون في الميه انها في الاخر هتتشال. لو الكاميرا بي 2 داش دي مش موجوده، يبقى الكاميرا بي 1 داش دي ستيبل ولا ان ستيبل؟ ان ستيبل. يبقى السيستم بتاعك لازم ترجع تقول في حاجه غلط. انت لوحدك اوتوماتيك هتحس ان في حاجه غلط، هتحاول تعدلها، بس هتكون ضيعت وقت الامتحان. فهي القصه كلها لازم تبقى مركز بين الاول قبل ما تيجي في الاخر وتكتشف ان عندك حاجه غلط. طيب نيجي نشوف الشرائح بتاعتنا اهي. ادي عندي هنا كاميرا اسمها بي 1، عندي كاميرا اسمها بي 1 داش، عندي كاميرا اسمها بي 5 دي اللي في منسوب نص الدور مع بي 1 داش،
وعندي كاميرا بي 4 اللي في منسوب الدور، وعندي هنا كاميرتين فوق بعض اهم بي 2 وبي 2 داش، منهم كاميرا في منسوب الدور اللي هي بي 2 وكاميرا بي 2 داش انا خلقتها جديده عشان تشيل الكاميرا بي 1 داش اللي في منسوب نص الدور. مين مش فاهم؟ مين مش فاهم؟ كله فاهم يا جماعة اللي أنا بقوله؟ تمام يا دكتور. حد مش فاهم حاجة؟ طيب هبتدي أحل الشرائح بتاعتي عادي جدا مفيش مشكلة، وأحل الكاميرات. أدي الشرائح بتاعتي، ده المنظر اللي قدامك على البلان، أنا خدته وحولته لشرائح. دي شريحة واحد ودي شريحة اتنين، الاتنين زي بعض بالظبط، ودي شريحة تلاتة اللي هي دي اهي. دي شريحة ظهرت برضو ليه؟ لأن من هنا في فويد، فالشريحة دي بقت سيمبل. بعد الشريحة دي ما تخلص الشريحة بقت كونتينيوس مكملة اهي، يبقى شريحة اتنين مختلفة عن شريحة تلاتة. هتقولي الله شريحة واحد وشريحة اتنين زي بعض، صح كده في الحل، لكن مختلفين مع بعض في ايه؟ شريحة واحد وشريحة اتنين زي بعض بالظبط كمومن كقيم، واحدة لكن الاختلاف في ايه؟ واحدة يكون فيها تداخل واحدة يكون بقى تباعد. برافو عليكي، ده الكلام اللي قلناه في أول مثال، إن الشريحتين دول لما تيجي تحطهم هتحط شكل الأحمال عليهم بس، وانت بتحل استراكشر هتحل مرة واحدة بس وتحط المومنت هنا، هو المومنت هنا بس، واحد المومنت فيه تداخل وواحد المومنت فيه تباعد، هيفرق معاك في شكل الحديد بتاعك على البلين كده. تمام. اجي ابص على اللودز الافقي عليه لود اسمه دبليو اس هوريزونتال، المايل عليه لود اسمه دبليو اس انكلاين. ايه الفرق بين الاثنين؟ عمال اعيد اهو ازيد فيها. الدبليو اس هوريزونتال ده تي اس جاما كونكريت فلور كفر لايف لود، الدبليو اس انكلايند تي افريج جاما كونكريت فلور كفر لايف لود كوزاين سيتا. هحل شريحه واحد وشريحه اتنين، طبعا هتحلها باسهل طريقه ممكن تحلها ستراكشر ده ستاتيك لاند ديتيرمنت، هتحلها بثري مومنت ايكويشن زي الكلام اللي انت كنت واخده في سوليد سلاب او سوليد مع هورو، كنت بتحل بثري مومنت ايكويشن. نيجي بالنسبه للقمر، اول حاجه احل الكاميرا المتشال اللي انا محتاج الرياكشن بتاعه. كاميرا بي 1 داش دي لازم احلها الاول عشان الرياكشن بتاعها هيرمي على الكاميرا اللي هو جاي بالعرض. الكاميرا بي 1 داش دي شايله ايه؟ شايله الرياكشن اللي جاي من شريحه 2 وشريحه 3 وشريحه 1. ليه انا بقلب جامد كده قلت شايله الرياكشن؟ ها ها يا شباب، عشان البلاطة وان واي. برافو عليك. ايه يا جماعة سؤال سهل اهو، لسه قايل لك من شوية الحالة الوحيدة اللي انا اقدر اخد رياكشن بتاع الشريحة واستفيد منه بدل ما اقعد اعمل لود ديستريبيوشن، لما تكون البلاطة بتاعتي او الشريحة بتاعتي شغالة ببلاطة وان واي اخد رياكشن واحد. شريحة 2 دي البلاطة كلها وان واي اللي ماشية فيها، ونفس الكلام شريحة 1 ونفس الكلام شريحة 3، أقدر أجيب الرياكشن. حتى هنا وأنا بحل الشرايح مسمي لك السبورتات بأسماء الكامر عشان أريحك، بحيث إن السبورت ده اسمه بي 1 داش، الرياكشن اللي يطلع هنا أحطه على بي 1 داش، لكن البلاطة التو واي لا يجوز إن أنا أعمل كده، لازم أعمل لود ديستريبيوشن. يبقى على حسب الريكتانجلاريتي بتاعت البلاطه بتاعتك. جيت حليت الكاميرا اهو بي 1 وبي 1 داش، جبت اللود اللي عليها، رسمت البيندنج مومنت دايجرام. الكاميرا بي 2 وبي 3
اللي هي في منسوب نص الدور، الكاميرا دي هتبقى شايلة ايه؟ دي كاميرا افقية اهي، الكاميرا دي هتبقى شايلة الرياكشن اللي جاي من الكاميرا بي واحد، لانها اساسا محطوطة عشان تشيل الكاميرا بي واحد، وشايلة لود يونيفورم. اللود اليونيفورم اللي عليها هو عبارة عن الاون ويت بتاعها زائد الوولز زائد اللود اللي جاي من بلاطة اس 3، لان دي كاميرا في منسوب الدور، في كاميرا بي 2 في منسوب الدور هتبقى شايله اللود اللي جاي من بلاطة اس 3، وفي كاميرا اسمها بي 2 داش في منسوب نص الدور هتبقى شايله بس الكاميرا دي اهو شايله الكاميرا اللي هي ار بي 1 داش، وعليها لود يونيفورم هو عباره عن الاون ويت زائد الحيطه لو في حيطه شايلاها، لان خلي بالك الكاميرا دي كده اهي في منسوب نص الدور اهي، هتبقى شايله رياكشن وشايله الاون ويت بتاعها زائد لو في حيطه هنا فوقيها. معايا يا شباب؟ تمام يا دكتور. لكن الكاميرا بي 2 اللي تحت دي اللي في منسوب الدور هتبقى شايله رياكشن الكاميرا بي 1 وشايله يونيفورم لود اللي هو الاون ويت بتاعها زائد اللود اللي جاي لها من السقف اللي هي في منسوب الدور اهي، اللود اللي جاي لها من بلاطه اس 3، لان ده زي ما اتفقنا ده سلم وسط سقف. طيب حد عنده سؤال في الكلام ده؟ نفس السلم حاولت ابسطه زياده عن طريق ايه؟ فاكرين الكاميرا بي واحد داش ديت؟ الكاميرا دي كانت في منسوب نص الدور فحطيت لها كاميرا افقيه هنا. طيب لو انا شلت الكاميرا الافقيه هنا هل الكاميرا بي واحد داش دي تبقى ستيبل؟ لا، يبقى لازم احط لها سبورت. بص جيت حطيت لها ايه؟ ينفع الحل ده ولا ما ينفعش؟ ينفع ينفع ايوه، هو اكيد ينفع، بس انا رسمه لك في الملزمه السؤال قبل ما اجاوب نفسه، يعني اكيد ينفع، يعني مش محتاج تفكر. انا جيت عملت هنا ايه؟ عملت بوست. ايه هو البوست؟ البوست عباره عن عمود ملوش قاعده بينقل الحمل من منسوب لمنسوب بس مش واصل للارض. هل البوست ده لو انا حطيته هيتشال ولا مش هيتشال؟ في كاميرا تشيله ولا مفيش؟ هيتشال على بي 2. برافو عليك، هيتشال على بي 2. يبقى زي ما بقول لك كده، انتوا مثلا في الدفعه 300 واحد، ال 300 واحد دول ممكن يحلوا 5 6 سيستم مختلفين عن بعض، وكل سيستم هيبقى صح، بس في واحد هيحل سيستم في نص ساعه، واحد هيحل السيستم في 10 دقايق. عشان كده انا ابتديت لك بالسيستم الاولاني اللي هو فيه كل حاجه، وبعدين ابتديت اشيل منه سنه سنه لغايه ما بسط الدنيا على الاخر. يبقى الكاميرا اللي هنا دي اللي اسمها بي 1 داش دي، بدل ما كنت شايلها على كاميرا مكسره في الاول، لا شلتها على كاميرا في نص الدور. هي دي الفكره. واحد تاني يقول لك لا، طب انا مش عايز احل الكاميرا دي، انا هحط بوست هنا هو يشتغل سبورت للكاميرا. مش انت اهم حاجه عندك انها تبقى ستيبل؟ طيب خلاص انا هحط لك البوست، والبوست نفسه متشال على الكاميرا بي 2، ما فيهاش اي مشكله خالص. هل كبلاطه بقى، ده السؤال، هل كبلاطه كشرايح يفرق الحل عن تايب 2؟ ها يا شباب، مش مهندسين
معلش دكتور، ايه السؤال تاني؟ هل حل البلاطة كشرايح استرفبات يفرق بين الحل ده وبين الحل اللي فات لما كانت الكاميرا الأفقية هنا موجودة؟ لا يا دكتور، بقى واحد ما يفرقش صح؟ اه ما يفرقش. برافو عليك، صح، ما يفرقش خالص. ليه ما يفرقش خالص؟ لان انا هنا ما غيرتش في سيستم البلاطه. الكاميرا بي واحد داش دي موجوده زي ما هي، والكاميرا بي واحد دي موجوده زي ما هي، وبي خمسه زي ما هي، وبي اربعه زي ما هي. كل اللي انا غيرته الكاميرا بي اتنين داش دي شلتها وحطيت مكانها بوست هنا، فانا غيرت في سيستم الكاميرا دي بس، لكن كشرايح بلاطات انا ما غيرتش حاجه. يبقى السيستم ده والسيستم ده كبلاطات واحد اهو، بص نفس الشرايح. الاختلاف بس الكاميرا دي انها بقت متشال على بوست بدل ما كانت متشال على كاميرا افقيه. وهتركز هنا هتلاقيني كاتب لك ايه؟ بي 2. اللي قبل كده كان بي 2 وبي 2 داش، لان واحده في منسوب الدور وواحده في منسوب نص الدور. عشان كده هنا انا ما حللتش البلاطات تاني، دخلت على الكاميرا على طول. وادي البوستة. حد عنده اي سؤال؟ حد عنده اي سؤال؟ لا تعالوا. ها الناس اللي عايزة تسأل فكر، فرصة. طيب الحل الرابع، بي واحد قالك انت توجع دماغنا ليه؟ طب انا هشيل الكاميرا اللي كانت عامله لي مشكله اصلا اللي هي بي واحد داش. مش هي دي الكاميرا اللي انا كنت عمال الف وادور عشان احط لها سبورت يشيلها؟ صح؟ تمام. طب انا شلتها خالص، هل السيستم بتاع السلم كده ستيبل ولا ان ستيبل؟ ستيبل برضو. ايه الاختلاف اللي هيخش على السلم ده؟ هيبقى شكل المومنت. البلاطة اللي كان ليها سبورت هنا اللي هي دي، السبورت ده شلته، دخلت السلم تزيد ولا تقل؟ تزيد. برافو، تزيد طبيعي، لان سيادتك بوجود الكاميرا دي كنت هتعمل ايه؟ كنت هتشوف انهي بعد اطول من الثلاثه دول وتقول ال على كذا. يعني لو ده كده هتقول مثلا ال على ال ايه 31 مثلا، او ال دي على 28 لان دي من ناحيه واحده ودي مثلا من ناحيتين مثلا، وهتاخد التخانه الكبيره تمشيها. لكن عدم وجود الكاميرا دي خلى الاسبان بتاع البلاطة الحتة الأفقية دي زائد مين؟ زائد الحتة المايلة، صح كده؟ يبقى الإسبان حصل له إيه؟ كبر ولا صغر؟ كبر. الإسبان كبر، فالتخانة هتزيد. هو ده الاختلاف الوحيد. هتقول لي الله، طب أنا بمزاجي؟ هقول لك أه بمزاجك. ليه؟ لان انا في بدايه المحاضره اديتك رينج لتخانه السلم، قلت لك يستحسن ان السلم يبقى من 12 ل 20 سنتي. فانت بدل ما التخانه مثلا كانت 16 في وجود الكاميرا دي، في وجود الكاميرا دي هتبقى مثلا 18 شغال. لكن افرض انا شلت الكاميرا دي وتخانه السلم وصلت 25، هيبقى ايه؟ اعملها فلات؟ لا، يبقى شيل الكاميرا دي صح ولا غلط؟ غلط. غلط. غلط عشان انهي ناحيه؟ هل ناحيه الاستابيليتي ولا ناحيه ان هو غير اقتصادي؟ لا، غير اقتصادي. هو ده الفكر اللي انا عايزك توصل له، ان وجود الكاميرا ديت مخلي التخانه 16 عشان انا واخد ال بتاعت البلاطه كانت صغيره.
شلت الكاميرا دي ال L كبرت محكومش عليها غير لما اجيب التخانة. جبت التخانة لقيتها في الرينج المعقول اللي انا مديهولك هشتغل. لقيت الرينج كبر قوي معناه ان انا بقولك انت كده رايح في سكة ان هو ان ايكونوميك فهتنقص يبقى ماشيلهاش. يبقى هو ده التفكير. التفكير ان انا بروح من سيستم للتاني في الحدود المقبولة مش اي حاجة. طب واحد يقول لي انا ما اقدرش اشيل الكاميرا بي واحد ديت اللي تحت. ممكن يا دكتور. ممكن بس اسبال السلم هيبقى فين بقى؟ اسبان السلم هيبقى من اول بي 5 لحد بي 4. الله ينور عليك. يبقى زاد ولا قل؟ زاد كتير. زاد والتخانة هتزيد اكتر. يبقى عرفتوا بقى القصة ماشية ازاي. هو ده الفكر اللي انا عايزك توصله ان انا ممكن اعمل اي حاجة وهيبقى السيستم ستيبل. انا ممكن اعمل سقف 15 في 15 واعمله سوليد سلاب بس التخانة هتطلع كام؟ الدخانة هتطلع كبيرة جدا. هتبقى كبيرة جدا. يبقى السيستم بتاعي ان ايكونوميك. هيتقال عليا مهندس مش كويس. عشان كده احنا بنعلمك كذا سيستم تروح بينهم. عشان تختار المناسب. العملية مش عملية استابيليتي بس. عملية استابيليتي وعملية سيستم ها يبقى ايكونوميك. يتقال عليك مهندس شاطر بتوفر للمالك بتاعك. نفس الكلام في السلالم. انا السلالم دي حاله من حالات البلاطات. انا ممكن احط 100 كاميرا وممكن احط كاميرا واحده. اهم حاجه التخانه عندي تبقى مناسبه. يبقى انا هنا السيستم ده هيتحل بالمنظر ده اهي. ده الحل بتاعي. ساعتها بص على البلاطات كده السبورت اللي كان موجود هنا اتشال اهو وهنا بيقلب تحت لان الشريحتين بيعكسوا عن بعض. يبقى السبورت اللي هو هنا اتشال بقى الاسبان عندي الحته ديت زائد الحته ديت اللي بجيب منه التخانه. المثال اللي فات كان هنا فيه سبورت فالاسبان بتاعك كان دي او دي. مين مش فاهم اللي انا قلته في اللي فات؟ ها معايا يا شباب؟ اه تمام حضرتك ده. حد مش فاهم حاجه؟ لا تمام ان شاء الله ده. طيب ده سيستم برضو ده سلم من السلالم الشهيرة اللي هو 3 فلايت. هتقولي هو المعماري بيجبرني يعني ان انا اشتغل 3 فلايت او 2 فلايت. هو المعماري اللي بيحط شكل السلم ايه؟ هتقولي الله طب انا ليه بعملش ده قلبتين؟ شغال المعماري يقدر يعمله قلبتين ويقدر يعمله 3. عارفين امتى المعماري بيلجا للثلاث قلبات دول؟ لان غالبا ارتفاع الادوار ثابت 3 متر 3 متر 20 في انا بتكلم على الفلل والعمارات يعني 3 متر 40 لو زاد قوي. ساعات المعماري بيبقى عايز يوسع اللي احنا بنسميه فانوس السلم. انهي مريح اكتر؟ ان السلم يبقى ليه فانوس كبير ولا ليه فانوس صغير؟ ها يا شباب
يبقى كبير يا دكتور. الكبير احسن وانت بتطلع عفش ولا حاجة على السلم، هيبقى بريحك وانت بتطلع العفش. تمام. يعني هنا في فراغ كبير، العفش ممكن يخش في الفراغ دوت، غير لما يكونوا القلبتين قريبين من بعض. تمام. الحاجة التانية، ساعات المعماري بيكبر ان هو يعمله كده عشان بيبقى عايز يقصر البعد ده، البعد ده هو عايز يقصره شوية، لان الكام درجة اللي هو حاططهم في الاتجاه ده كانوا مفروض هيتوزعوا هنا ويتوزعوا هنا، فالطول ده كان هيحصل له ايه؟ هيطول، هيطول شوية. فهو بيبقى ايه، الطول ده لما بيطول شوية بيخش بيه على مساحة الشقق بتاعته، فيجي يقول لك لا انا اكل في الاتجاه دوت عشان انا مثلا عايز ريسبشن في الحتة دي بالابعاد الفلانية، فيعمل السلم كده. يعني هي بتبقى وجهة نظر معمارية، وساعات المعماري يبقى عايز يحط اسانسير في بير السلم، فما ينفعش يحط اسانسير في القلبتين، فيجي يعمل القلبة التالتة دي عشان يخلق هنا فراغ يقدر يعمل فيه اسانسير. لكن كحل هو الحل واحد، سواء بحل السلم ده ثلاث قلبات او قلبتين. يعني انت هتبص هنا مثلا، انا حلله لك مرتين اهو، المره اللي فوق دي حاطط كاميرا اسمها بي 2 وحاطط كاميرا اسمها بي 1، والسبان بتاعي من تحت لفوق برضو اشوف التخانه هتطلع لي قد ايه. والكاميرا بي 2 دي كاميرا ماشيه مكسره مع مين؟ ماشيه مكسره مع مين؟ مع السلم. ماشيه مكسره مع القلبه. واحد تاني يجي يقول لي لا انا لما جيت حسبت التخانه طلعت التخانه كبيره، فروحت حاطط الكاميرا ايه؟ حاطط الكاميرا ايه؟ لو التخانه كبيره يا دكتور هحط كاميرا في النص هنا. ايه اللي هي الكاميرا ايه اللي انا بشاور عليها دي؟ بي 1. اللي هي الكاميرا بي 1. يبقى زي ما بقول لك، انت براحتك تعمل اللي انت عاوزه على حسب المعطيات اللي عندك. زي ما بقول لك الموضوع بسيط، انت بتهيالك دلوقتي وانا بديك المحاضره ان الموضوع فيه حاجات كتير. لو انت كده فلترت المحاضره وقعدت ذاكرتها بعد انا ما شرحت، هتلاقي القصه كلها سهله جدا، ما فيهاش حاجه. هي عباره عن مجموعه من البلاطات السوليد ومجموعه من الكمرات. اختيار الكمرات بناء عليك، لازم تخانه البلاطه تكون في المعقول بتاعه السلم، ولازم الكمر اللي انت تختاره في الاخر يكون كمر ستيبل ومتشال، ما ينفعش يبقى كاميرا في الهواء. الموضوع التاني بقى موضوع outdoor stairs، برضو application على بلاطات solid موجودة في الاوتدور. outdoor يعني سلم خارجي، سلم مدرج، سلم خارجي مثلا لفيلا، مش السلم التيبيكال اللي احنا كنا خدناه من شوية. السلم التيبيكال ده بيبقى اساس الشرح دايما، لان هو ده اللي فيه الشغل الكتير. كل السلالم اللي هتيجي بعد كده هتلاقي الشغل بتاعها سهل وبسيط. طيب نيجي السلم زي اللي مرسوم قصادك كده، ده سلم طالع من منسوب الزيرو، طالع لللاندنج هنا في النص، وبعدين بيكمل داخل على المبنى. وبقول لك حط له سيستم، وبقول لك حط له سيستم. السلم ده انا ممكن احله على وضعه كده ويتحل فلات سلاب، ينفع ولا ما ينفعش؟ يا شباب ينفع يا دكتور؟ الناس كلها معايا؟ حضرتك اهو، انا شايف ان انت الوحيد اللي بترد عليا بس، وفين بقيه الناس؟ شباب
دكتور مع حضرتك الدكتور. طيب السلم ده انا ممكن احله فلات، لو انا جيت مثلا قلت لك ما تستخدمش كاميرات وحليل السلم ده فيتحل فلات سلام كولوم ستريب في الاتجاه ده، وفي كولوم ستريب في الاتجاه ده، بتحسبها من ال 2 على 2 زي ما خدتها في الفلات سلاب، والجزء اللي بيتبقى بيبقى فيلد ستريب. لكن لو انا ما حددتلكش حاجه وقلت لك اشتغل عادي، تقدر تحط سياده الكاميرا هنا تحت عند منسوب الزيرو، في حاجه اسمها سميل. السميل ده بيبقى موجود فين؟ في الارض، صح كده؟ فانا اقدر احط سميل هنا كده كده موجودة، وأقدر أحط كاميرا فوق ماشية بين العمودين أهي، وبقى السلم بتاعي عبارة عندي شريحة في الاتجاه ده بترمي هنا على السميلة وبترمي فوق على الكاميرا وطاري منها كانتليفر، وعندي شريحة في الاتجاه ده هي هي شريحة واحد هي هي شريحة ثلاثة، شريحة واحد هي هي شريحة ثلاثة، وعندي شريحة في النص هنا دبل كانتليفر بالمنظر ده. وهعرفك في مثال تاني بعد كده هناخده المحاضرة الجاية ان ممكن الشريحة دي احلها بطريقة تانية، بس خلينا على الوضع ده دلوقتي. مركزين معايا؟ طيب يبقى ادي شريحه واحد وادي شريحه اتنين زيها، الفرق بس في المومنت هنا هيبقى فيه تباعد وهنا هيبقى فيه تداخل، هنا في مقص في الشريحه اتنين وشريحه واحد مش هيبقى فيها مقص، وادي شريحه ثلاثه اللي هي الدبل كانتليفر. شريحه ثلاثه اللي فيها الدبل كانتليفر دي تعمل على الكاميرا ايه؟ ها تعمل على الكاميرا ايه؟ مش هتعمل حاجة، مش هتعمل حاجة خالص على الكاميرا؟ مش الكاميرا هي اللي شايلة الشريحة دي؟ هتعمل تورشن. في واحد دلوقتي انا سامعه بيقول هتعمل تورشن على الكاميرا، برافو عليك. شريحة ثلاثة دي ما هي كده كده بترمي على الكاميرا، شريحة ثلاثة دي نتيجة حالات التحميل كيس اوف لودنج، او هنا في لايف لود هنا ما فيش لايف لود، هيبقى في فرق مومنت بين التو كانتليفر، فرق المومنت ده يروح على الكاميرا في صورة ايه؟ في صورة تورشن، صح يا شباب؟ تمام. كلام قديم كله. مين مش فاهم اللي انا قلته؟ شريحة واحد عادي زيها شريحة اتنين، دي انت سيادتك هتجيب رياكشن، الرياكشن ده هيتعكس على الكاميرا زي الاون ويت بتاعها، تيجي في الحتة دي، الحتة دي هيبقى رياكشن بتاع شريحة تلاتة زائد المومنت اللي هو الام تورشن اللي جاي من فرق التحميل. يعني مثلا ده بصوا المثال ده هو نفس المثال اللي فات، الفرق بينهم ايه؟ ان العمودين هنا كانوا في النص، لكن العمودين هنا على الطرف كده جوه داخلين جوه شويه، يتحل بنفس الطريقه بالظبط اهي، اهي هي هي برضه كاميرا ماشيه بين العمودين، عندي شريحه هنا متشال على سمله ومتشال على الكاميرا وطاير منها كابولي، الشريحه اللي هنا دي بقت كانتليفر من ناحيه واحده بس بدل دبل كانتليفر، برضه هيروح اللود بتاعها والمومنت يروحوا على ايه؟ يروحوا على الكاميرا. طيب احنا كده خلصنا الجزء بتاع النهارده، المره الجايه هنبتدي في بقية الأمثلة اللي على السلالم،
واللي عنده أسئلة بقى في أي حاجة هيبقى يقولها. طيب أنا كده خلصت جزء النهاردة، أي حد عنده سؤال في جزء النهاردة كده يقوله لي علشان نجاوب عليه قبل المحاضرة ما تخلص. أي حد عنده سؤال أول المحاضرة آخر المحاضرة مش مشكلة. ها شباب، باشمهندسين، يا رجالة انتوا سامعيني ولا لا؟ مع حضرتك يا دكتور. اه حضرتك يا دكتور، محدش عنده اسئله خالص؟ لا تمام. انتوا عباقره يعني ولا ايه ظروفكم؟ محدش عايز يسال في اي حاجه؟